كاين بزاف الاسباب ديال الالم اللي من بينها الاصابات مثلا جروح كسور. الالم هو الحريق اللي كلنا جربناه كلنا شي نهار في حياتنا جانا الالم في شي محل ديال الذات. كان ظهري تيحرقني ديما 24 ساعة الى 24 ساعة، الا بقيت واقفة بزاف، الا تمشيت بزاف، الا جلست بزاف. لا راديو فريكونس تقنية جديدة في المغرب وكتعالج الحريق ديال الظهر، لا لومبالجي، لا سياتيك دونك الحريق ديال اللي كنسميو بوزلوم. لا توكسوبلازموز ولا مرض القطط هو مرض اللي ما خصناش نستنوا به نظرا للمضاعفات الوخيمه اللي ممكن تصيب الاجنه. اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي هو مهم في الطب اللي هو الالم. الالم هو واحد من الاسباب الرئيسيه اللي كتخلي الناس يمشيو عند الطبيب باش يعرفوا شنو هو المشكل اللي عندهم. خاصنا نفهموه مزيان وخاصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه وكيفاش نقدروا نعالجوه. الالم هو واحد الاحساس غير مريح اللي كيخلي الانسان يحس بالضرر، ولهذا خاصنا نعرفوا المشكل ديالو باش نتفاداو الاخطار اللي يقدر يسبب لينا. السلام عليكم سيدي، صباح الخير، تفضل. شكرا دكتورة، بارك الله فيك. بسم الله. سي دريس، اليوم جيتي تشوفني على ياش؟ لا، السكر وعلى تاك الالم في داك الضم اللي كيضربني في رجليا. ونشوف السكر ديالي فين واصل. واخا السكر غادي نتفاهموا عليه، غنشوفوا التحاليل، ولكن من ناحيه هذا الالم حاول تقول لي امتى بدا هذا الالم مثلا. هذا الشيء وقع لي الاغلبيه منين قطعت لونطريمون اللي كنت عطيتيني، قطعت لونطريمون واحد المده ولا رجع لي هذا الضو وهذا الالم. واخا هاد الحده ديالو كتخليك ما تنعش؟ اييه، كطير على الناس ما كتخلينيش نعس. ان شاء الله دابا غادي نعطيو غنشوفوا التحاليل ديال السكر، غنديروهم وغادي نشوفوا فين واصل النسبه ديال السكر ديالك. غادي نحاولوا نشوفوا هاد المشكل ديال الالم اللي شاد لك في رجلين، لان داء السكري حتى هو كيعطينا واحد الالم في الاعصاب اللي كتكون ما بين الظهر والرجلين، هو اللي كيعطينا هاد الالم اللي كيكون على شكل ضوء اولا تنمال اولا تقوليه في هذوك لي مولي. دونك غنشوفوا السكر وغنشوفوا الادويه، نوع الادويه اللي ان شاء الله غنقدر نعطي ان شاء الله. ان شاء الله. إن شاء الله. كاين بزاف الاسباب ديال الالم اللي من بينها الاصابات مثلا جروح كسور او كدمات. كاين امراض مثلا امراض السرطان، امراض الكسور وامراض الجروح. عندنا بعض العمليات الجراحيه اللي كتعطينا الم قصوى، وفي هذه الحاله كيخصنا نتسناو غير واحد المده زمنيه باش يحيد هذا الالم. اما الالتهابات اللي كتقدر تكون عندنا في الجسم ديالنا، مثلا التهاب الاذن او التهاب الحلق او التهاب الاذن، فهو حتى هو كيعطينا الام من صنف الالتهابات. مورا لا راديو فريكونس صراحه الحمد لله كانت الريزلت زوينه بزاف. نورمالمون كنا كنتسناو النتيجه ديال 50% ديال الحريق تمشي، كان عندك واحد الفتق كبير بزاف. فتق كبير بزاف. كنا قلنا لك بان الحاله ديالك كانت حاله ديال العمليه جراحيه، ديال العمليه، ولكن ما كانش عندك شلل، ما كانش عندك تقوليه ديال الرجل، قلنا نجربوا لا راديو فريكونس. الالم هو الحريق اللي كلنا جربناه كلنا شي نهار في حياتنا جانا الالم في شي محل ديال الذات. الوغ خصنا نعرفوا بان كاين ثلاثه انواع ديال الحريق.
كاين الالم اللي السبب ديالو الالتهاب اللي تيكون في العضلات اللي كنسميوه لا دولور نوسيسيبتيف واللي كيستجيب الدواء ديال الالتهاب دونك لي زونتي انفلاماتوار الدواء ديال الحريق لي زونتالجيك والدواء اللي كيرخي العضلات لي ميورولاكسون. النوع الثاني اللي هو مختلف بزاف في هذا من هذا النوع الاول هو الحريق اللي سبب ديالو الضغط على شي عصب لا دولور نيوروباتيك والاعراض ديالو مختلفه بزاف. المريض كيتشكى بتنمال في ذاته ولا بالضوء بحال كيضرب الضوء في شي بلاصه في ذاته دونك الدواء ديالو حتى هو مختلف بزاف حيت ما كيستجبش للدواء ديال الالتهاب كيستجب غير للدواء ديال الصرع. والنوع الثالث ديال الالم هو لا دولور نوسي بلاستيك اللي نوع جديد اللي لا عرفوا العلم وكان كتكون هاد لا دولور نوسي بلاستيك فاش الذات ما كتبقاش كتستجب لانظمه التحكم. دونك هادو هما الانواع الثلاثه ديال الحريق اللي كاينين وعلى حسب النوع غادي نقدروا نشوفوا شنو غيكون العلاج ديال هذا النوع ديال الحريق. اسباب ديال الالم كاينين بزاف وعلى حسب المنطقه اللي فيها الحريق عاد كنقدروا نهضروا على الاسباب. دونك انا اللي كنشوف بزاف في الفحص هو الالم ديال الظهر والالم ديال الراس. الالم ديال الظهر كيكون عنده بزاف الاسباب والسبب الاول اللي كلنا غندوزو منه هو السن. مع السن لي ديسك انترفيرتيبرو كيخويو من الماء ديالهم وكيقدروا يعطيو بزاف المشاكل وكتزاد البروده دونك حتى هي كتقدر تعطي الحريق. كاين حتى تيكون حتى الحريق عند الناس اللي تيبقاو جالسين بزاف كيكون عندهم بحال دابا خدمه اللي كيبقاو جالسين في البيرو نهار كامل حتى هما كيقدر يجيهم الحريق في الظهر. والناس اللي كيهزوا الثقل في الخدمه حتى هي كتقدر فاش العضلات تيكونوا ما تيكونوش صحيحين وكاين الواحد كيهز الثقل بزاف كيقدر يخرج له الفتق وكيقدروا يوقعوا مشاكل اخرين. وكنشوفوا حتى عند لي سبورتيف اللي كيديروا الرياضه بزاف وكيبغيو كيهزوا الثقل كيهزوا لي بوا لي ثقيلين بزاف كيقدروا يكون عندهم مشاكل ديال الظهر والم في الظهر حيت العضلات ديالهم ما تيكونوش سوفيزامون فورت لي موسكل لومبير وديال لاغان ابدومينال. الم الراس حتى هو فيه بزاف ديال الاسباب تيقدر يكون غير حريق الراس عادي اللي هي لا سامبل سيفالي اللي كيقدر يوقع لاي واحد في حياته. وكاين شي ناس اللي عندهم مرض اللي سميتو لا ميغرين دونك الشقيقه كيكون واحد النوع ديال الحريق بالضبط وكيكون واحد الحريق ديال الراس تري فور وكيكون في النص ديال الراس والواحد كيحس براسو بحال كيضرب له قلبه في راسو. دونك هذاك ماشي حريق الراس عادي هذاك مرض سميتو شقيقه وتا هو عنده الدويات ديالو ولا راديو فريكونس ديالو. كاينين اسباب ديال حريق الراس اللي خطيرين اكثر من هذا الشيء بحال دابا فاش الواحد كنكتشفوا عنده الماء في الراس هذيك الساعه كيقدر يحتاج عمليه جراحيه ولا بعض المرات كنقدروا نلقاو حبوبه في الراس اللي كتقدر تكون بنين ولا كتقدر تكون سرطان. باش نشخصوا الالم ضروري ما نديروا واحد التشخيص سريري اللي كيطلب فيه الطبيب وصف الالم يعني خصنا نعرفوا شده الالم مكان الالم النسبه ديالو والنوعيه ديالو تما كان من بعد الفحص الشامل للجسم ضروري نقوموا بعض الفحوصات الطبيه اللي بينها دي زاناليز بيولوجيك اولا كلكو راديو من تما كنقدروا نشخصوا المرض وكنعرفوا النوعيه ديال هذا المرض. كاينه
بزاف طرق باش نعالجوا هذا الالم، ومن بينها الادويه اللي هي مسكنات بسيطه اللي كتكون مثلا الباراسيتامول، كاينه مضادات الالتهاب اللي هي لي زونتي انفلاماتوار كيعطيونا واحد المفعول جيد، كاينه الادويه الموضعيه اللي من بينها دي بوماد اولا دي كريم اللي كتكون موضعيه وكتحيد لنا الالم. ما نساوش بان كاينه ادويه اللي هي مخدره اللي مثل المورفين وكنعطيوها في الحالات القصوى ديال الالم. كاين العلاج الطبيعي كذلك اللي كيكون عن طريق تمارين وتقنيات استرخاء. اما العلاج النفسي بحال العلاج السلوكي فهو كيمكننا باش نعرف نساعدوا المريض باش يتعامل مع الالم ديالو. ما نساوش بان كاينه علاجات تكميليه بحال الوخز بالابر او العلاج بالاعشاب، وما نساوش بان كاين دي ميثود جداد اللي دخلوا عندنا المغرب اللي من بينهم لا راديو فريكونس اللي عندها دور كبير في علاج الالم. كتبقى التدخلات الجراحيه هي المرحله الاخيره اللي ممكن في بعض الحالات القصوى نتغلبوا بها على الالم. كان عندي مشكل ديال الحريق في ظهري وفي رجليا، ابارامون كانت عندي انيرني ديسكال اللي هو فتق كبير. ملي درت لي غير مشفتو الطبيبه فتق كبير ديال لوبيراسيون، ما كنتش كنقدر لا نتمشى لا نجلس بحال هكا، ما كان خصني نبقى نهار كامل الونجي باش الحريق ما يتزادش. بديت في الاول كناخذ ديكالمون بوندون واحد 25 جوغ الحريق كيمشي الوقيته اللي كناخذ فيها الدواء، ابري صافي ترجع. ملي لي طاد ديالي تاغرافات صافي الطبيبه خدات لا ديسيزيون باش اننا نديرو لا راديو فريكونس باش نحاولوا اننا نحيدوا هذاك الالتهاب اللي كاين وما يبقاش الحريق كيف ما كان. وايفيكتيفمون هادشي اللي كان، دونك درنا لا راديو فريكونس. الحريق الحمد لله بدا يمشي من لو 3 جوغ، مشى بواحد النسبه ديال 80% حتى 90%. اليوم الى الان الحمد لله دونك انا رجعت للخدمه ديالتي، كنقدر نتمشى كنقدر نجلس، مي بزاف د الحوايج عطاتهم لي الطبيبه خصني نتبعهم باش نحاول ليطا ديالتي تحسن بشويه بشويه. الوغ شنو هو العلاج ديال الالم؟ هذا الجواب غيكون على حسب النوع ديال الالم، ولكن الا خدينا باغ اكزومبل الحريق ديال الظهر غادي نبداو دائما بالدواء من غير الا كانت حاله مستعجله ديال العمليه جراحيه. دونك غنبداو بالدواء، غنعطيو للمريض جوج سيمانات سيمانه ولا جوج سيمانات ديال الدواء، والا رجع له الحريق مورا الدواء ديك الساعه كندوزو لا راديو فريكونس. دونك لا راديو فريكونس هو واحد لو تريتمون اللي كيدار بواحد ليبره، دونك اون الكترود اللي كدوز الضوء. و كاين جوج انواع ديال لا راديو فريكونس، اما الا كان العصب اللي فيه غير الاحساس كنقدروا نديروا له اون ديزاكتيفاسيون بلا راديو فريكونس وكيمشي الحريق نهائيا. الا كان العصب اللي مسؤول بالالم عصب اللي فيه الحركه او الاحساس، ديك الساعه كنديروا له اون نورو مودولاسيون، كنصيفطوا له ان فولتاج بانون دو 45 فولت مده 4 دقائق وكنشوفوا وكينقص لو ميساج دو لا دولور فيغ لو سيرفو، كينقص لانتنسيتي دو لا دولور. دونك كنشوفوا النتيجه مورا لا راديو فريكونس اللي هي تقنيه جديده في المغرب والحمد لله عطات نتائج مزيانين. وإلا كانت كافيه بزاف الحالات كتعاوننا باش نجتنبوا العمليه، ولكن إلا ما كانش كافيه كنقدروا دائما نوصلوا للعمليه. ما عمرنا ما كنكونوا دائما كنقدروا نوصلوا للعمليه، ولكن في بزاف الحالات كتعاوننا باش نجتنبوها. كيف بقيتي؟ الحمد لله الحمد لله depuis ma séance je ne sens plus aucune douleur au dos. الحمد لله très bien. vraiment très bien. الحمد لله. et vous aviez mal depuis longtemps? depuis mon jeune âge. d'accord. j'ai toujours eu mal. d'accord. j'ai eu mal. et j'ai jamais trouvé de traitement miracle. كان عندي مشكل في الظهر. كان ظهري تيحرقني ديما 24 ساعة. الا بقيت واقفه بزاف، الا تمشيت بزاف، الا جلست بزاف، ظهري ديما تيحرقني او بوين باش كنت تنبكي بالحريق اللي كان فيا. وما كان عندي غير لاكيني هي اللي كانت عندي ساعات ندير كور تترطب شويه الحريق، ومن بعد
تنعود نرجعوا للحريق، تنعود نعودوا لي زونتي انفلاماتوار، وتنعود نعودوا الكيني 10 سيونس 15 سيونس كل مره شحال، حتى الوقت اللي تعرفت على الدكتور باكاش وهضرت لي على الراديو فريكونس ومدي وصل لاباري عملناها الحمد لله. من ذاك الوقت ما بقيش نحس في حقيقة الظهر، كان كيدرها لتحت ديال الظهر ديالها، وكان عندها الحريق في واحد المحل في واحد المفصل اللي كنسميو لارتيكولاسيون ساكرويلياك اللي هي كتلاقي الظهر مع الوباسة. دونك كان عندها الحريق في هذاك المحل، وكان عندها واحد الحريق سياتيك دونك بوز اللوم بالعربية اللي كان كيدرها من واحد المدة طويلة. دونك درنا واحد درنا لا راديو فريكونس في بزاف المحلات باش حيدنا كل محل اللي كيعطيها كان كيعطيها الحريق. درنا اون ديزاكتيفاسيون ديال الاعصاب اللي كانوا كيعطيوها الحريق، والنتيجه هي بان الحمد لله ما بقاش عندها الحريق. واللي تنتمشى واللي تنبقى واقفه وقد تكون عندي نهاير صعاب شي نهاير صعاب، وفي اخر النهار ما تنحش بالكل بالحريق. اوكي تري بيان، دونك ان شاء الله بور لافنير vous pouvez vivre une vie parfaitement normale, faire du sport, être debout, vous asseoir, conduire, il y a pas de contre-indication, pas de limitation, vous pouvez continuer votre vie normalement. لا راديو فريكونس تقنيه جديده في المغرب، ولكن ماشي جديده في الخارج، كدير بزاف في لي ايتازوني، في اسبانيا، في المانيا، وبزاف البلدان كيديروا بوكو د انترفونسيون دو راديو فريكونس. دونك وكتعالج بزاف ديال الانواع ديال الحريق، كتعالج الحريق ديال الظهر، لا لومبالجي، لا سياتيك دونك الحريق ديال اللي كنسميو بوزلوم، كتقدر تعالج الحريق ديال الراس، لا ميغرين، لي سيفالي دو طونسيون، وكتعالج الحريق ديال بزاف ديال لي زارتيكولاسيون دونك ديال الكتف، ديال الركبه، بزاف الانواع ديال الحريق تيقدروا يتعالجوا بلا راديو فريكونس. وكاين واحد لو فولي ديال لا راديو فريكونس اللي هو لا دولور اونكولوجيك، هو الالم ديال المريض اللي عنده سرطان، اللي هما كيكون عندهم الالم بزاف، دي دولور اوسوز، دي دولور ديو ميتاستاز، و لا راديو فريكونس فيها بزاف ديال لي تكنيك اللي كيقدروا يحيدوا الحريق لهاد المرضى. المرضى اللي عندنا اليوم عندها مشكل ديال سياتيك بوزلوم، وغادي ندير لها واحد العمليه باش نحيدوا لها الحريق اللي كنسميو لا راديو فريكونس. هي واحد الطريقه جديده باش نحيدوا الحريق ديال الظهر وبزاف الانواع ديال الالم. التريتمون بلا راديو فريكونس اللي هو واحد لو تريتمون اللي كنديرو بالكهرباء، وفاش كنساليو كنديرو لي كورتيكويد على العصب باش كيعطيونا ان ايفي انتي انفلاماتوار. باش كتحسي يا الحاجه؟ لا بحال التنمل، بحال شي حاجه كتكك ياك. وفين كاين هاد التنمل؟ ليمن اها، وكيمشي لك الرجل اليمنى. واخا زيد 0.30 0.40. كنشوفوا بزاف الناس اللي كيكونوا مشاو عند الطب التقليدي واللي بحال دابا كيكوي ولا كيديروا بزاف د الحوايج ديال الطب التقليدي. دونك الحاجه الاولى، هاد الطريقات ما كيعطيوش نتيجه، ما كيحيدوش الالم، وكيقدروا يكون عندهم مضاعفات. بحال دابا كيقدر يوقع تعفن، وكيقدروا يوقعوا بزاف ديال المضاعفات من هاد التكنيك اللي ما كيعطيوش نتيجه، دونك ما ننصحكمش بهم. دابا سالينا العمليه، المريضه غادي تبقى في لا كلينيك ساعه غير مراقبه، وفاش كدوز ساعه كتقدر تمشي للدار ترتاح.
كونترول كنعاود نشوفها مورا 10 ايام حيت ليفيكاسيتي كتبقى غاديه بشويه بشويه وكتوصل لي في ماكسيمال ديالها مورا 10 ايام. دونك مورا 10 ايام انا غادي نشوفها في العياده باش نشوفوا شنو واش مشى لها الحريق نهائيا ولا نقص ليها الحاجه. صافي انا غندير الدواء دابا واخا صافي راه سالينا الحمد لله كلشي داز مزيان. الا كان عندكم الحريق انا كنصحكم تمشيو عند الطبيب حيت الطبيب هو بوحدو اللي غادي يقدر يعاونكم باش يفهم الالم ديالكم يشوف واش كاين شي مرض ولا واش هذا الالم سي ان سيغني دو كالكو شوز لي ولي غادي يقدر يعطيكم ان تريتمون افيكاس. والحمد لله دابا كاينين في المغرب دي تريتمون جداد لي كيحيدوا الحريق و اللي كيعاونوا الناس باش يعيشوا حياتهم بلا الم. اهلا بكم. لا توكسوبلازموز ولا داء القطط كيف ما الاسم ديالو كيدل عليه هو واحد المرض اللي مسؤول عليه طفيلي. هو مرض اللي كيقدر يصيب سيدات الحوامل واللي كنخافوا من المضاعفات الوخيمه ديالو على الاجنه وخصوصا الى تصابت به السيده في الاشهر الاولى ديال الحمل. وهاد الطفيلي كيعيش في القطط. هادشي علاش كنوصيو سيدات الحوامل دائما على انهم يتفادوا القطط خصوصا في المراحل الاولى ديال الحمل ديالهم. الاعراض ديال لا توكسوبلازموز ولا ديال مرض القطط ممكن انها تدوز على شكل انفلونزا وبالتالي فسيدات الحوامل ممكن ما يردوش ليها البال وما يعرفوش انهم تصابوا بهذا المرض خلال فتره الحمل. دائما سيدات الحوامل كنصحوهم على انهم يديروا واحد المتابعه دوريه ديال الحمل ديالهم وخصوصا يقوموا بواحد الفحوصات اللي كتكون من الشهور الاولى وممكن اننا كنبقاو نديروها مره كل شهر حتى كتولد هاد السيده. اللي كنخافوا منه خصوصا هو المضاعفات الوخيمه على الاجنه بحيث انه الى الام تصابت به في الشهور الاولى فممكن انه هذا الجنين كيولي عاني مع مرور الوقت يا اما من الصمم ممكن تؤدي للعمى ديال الجنين وممكن ايضا لا قدر الله ياثر على الدماغ ديالو ومن بعد هذا الجنين ملي كيتزاد كيولي عاني مرض ديال الصرع ولا ممكن ايضا انه يكون عنده مشاكل في النمو. لهذا فاي سيده حامل دائما كنصحوها لانها تقوم بواحد الفحوصات ديال الدم اللي كتكون دوريه وباستمرار. بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش المناعه ضد هاد الطفيلي اللي مسؤول على مرض القطط فاحنا كنصحوهم انهم يتبعوا واحد المجموعه ديال الاحتياطات. فاولا انهم يتفادوا ملامسه القطط ولا انهم يعيشوا معهم في نفس الدار ويستحسن ايضا انهم الا بغاو ياكلوا اللحوم انها تكون طيبه مزيان. وبالنسبه للخضر والفواكه تكون مغسوله مزيان خصوصا الخضر اللي كتنوض في الارض ولا الخضر الورقيه فيستحسن انها تغسل بالخل فهادشي كيمكننا من اننا كنقضيو على هذاك الطفيلي وبالتالي كنحميو هاد السيده الحامل. اذا لا توكسوبلازموز ولا مرض القطط هو مرض اللي ما خصناش نستهنوا به نظرا للمضاعفات الوخيمه اللي ممكن تصيب الاجنه وبالتالي كيبقاو يعانيو مع مرور الوقت. لهذا فاي سيده حامل ضروري من انها تبقى تقوم بواحد الفحوصات اللي كتكون دوريه باش تكشف عليه وباش تحافظ على السلامه ديالها وسلامه الجنين ديالها. موضوع جديد في الحلقه المقبله من فقره حمي نفسك الاسبوع المقبل باذن الله.